الحمد لله كما شفتي المطر ديال الفريق غادي من احسن الى احسن. الحمد لله كما كيعرف خص تكون لاعب ديال الرجاء تلعب على الالقاب تفرح الجمهور يكون عليك واحد لابريسيو ولكن خصك تعرف كيفاش تديري راسك. بالنسبه للحاله الصحيه الحمد لله انا في تحسن كما شفتو البارح لعبت واحد 10 دقائق الحمد لله صحتي غدا مزيان وكنت صابيت في الماتش الاخير ضد وجده اللي الحمد لله ستر الله وصافي الكره هي هذه الحمد لله. خرجت سالمه الحمد لله. احنا دابا مع الاكيب وقت ما احتاجونا احنا معاه. نعم، هذا هو اللي معروف عليك سي عبد الرحيم، هذا الشيء اللي عادات عليك الجماهير الرجاويه، فوق ما احتاجتك الفرقه انت معاه في اي بوست. ما عنديش مشكلة اخويا على قلب الرجاء، مرحبا والف مرحبا. نعم سي عبد الرحيم، مجموعة ديال الجماهير الرجاوية كتسائل كتقول بأن العقد ديال عبد الرحيم الشاكير غادي يسالي في نهاية الموسم، كيتسائلوا على الوضعية ديال عبد الرحيم الشاكير، واش جالس المكتب المسير للفريق، واش عنده نية في الجديد، يعني فين إذا كانت مفاوضات فين وصلات، قرب الجمهور الرجاوي من هذه الأمور. صحيح العقد ديالي غادي يسالي في شهر 31، انا باقي لي العقد لحد الان مع فريق رجاء البيضاوي خصني نحترمو. لاعب بروفيسيونيل كيحترم العقد ديالو، فاذا كانت شي حاجه مرحبا، ما معاهم ما كانت شي حاجه الف مرحبا. باقي لحد الان اخويا ما هضر معنا حتى واحد، كيما قلت لك انا عندي عقد غادي يسالي لي في 30 شهر 9، انا كنحترمو. اللي جات من الرجاء مرحبا بها.